السؤال. ألو، السلام عليكم. عليك السلام يا هلا يا محمد. هلا فيك أخوي، تفضل. شو حضرتك سؤالك؟ مسلم يا محمد؟ طبعا مسلم. سني ولا شيعي يا ابو عمه؟ لا سني، لا سني ولا هو انت لا سني؟ سني. اوكي أيوه، طيب، جميل جدا، جميل 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 جدا. شو رأيك بالشريعة الإسلامية يا أخي محمد؟ الشريعة الإسلام. شو سؤالك أنت بالشريعة الإسلامية؟ مثلا شو ماني رأيك سني، بحكم كأن الحجاب؟ الشريعة الإسلامية عندي هي الصح، حتى الحجاب، حتى الحجاب ترى أن الحجاب شغلة جيدة؟ طبعا شيء أكيد. يعني أنت مثلا لو أختك ما كانت لابسة حجاب تقبل؟ لا ما أقبل، شو راح تعمل؟ بدي أنصحها بالحجاب أولا، بالنصح بالنصح، مرة مرتين ثلاث، بعدين أجبرها على الحجاب، كيف تجبرها؟ أجبرها، ما أخليها تطلع من البيت بدون حجاب، ولكن طلعت، شو راح تسوي؟ ما تطلع. يعني شو راح تشتغل هذا لها؟ الدين اللي راح أمرنا تشتغل فيه. لها مثلا، راح تشتغل لها حارس مثلا بالبيت؟ لا لا، ما أشتغل لها حارس، بس ما تطلع إذا ما تلبس حجاب. ما تطلع عادي، مثلا راحت للحوش وفتحت الباب وراحت لبيت الجيران طب بدون حجاب. طلعت انت من التواليت، قلت وين اختي؟ قالت ترى راحت للسوق وما لابسه حجاب. طبعا شيء اكيد، ما راح ارضى هذا الشيء انا، لكن شو كونك راح يكون مسلم. ردة فعلك مثلا؟ الضرب اكيد. تضرب اختك؟ اي نعم، طب لو امك سوت هذا الشيء؟ لو امي سوت هذا الشيء عندها ولي امر اللي اولى مني انا، انه انا احظها انها تلبس الحجاب. وابوك عادي عنده؟ من عند ابوي عادي، انا عادي. واخواتك ابوك عادي عنده؟ لا، انا اختي انا مسؤول عنها، على اي اساس؟ اختي. ده بس هو الشرع يقول ان الاب هو الولي، وحتى في حاله غياب الاب العم يكون الولي، مش الـ او الجد، مش الاخ. ما كنت تعرف هاي السالفه؟ ها؟ لا ما اعرف. طب لو ما امك ابوك مش موجود وامك طلعت بدون حجاب، شو راح تسوي؟ في عندها ولي أمر، ابوك مش موجود، فيكون عندها أب، اذا ما ابوها كمان ميت. في عندها أم، في عندها عم، كلهم ميتين يعني راحوا. انت ما لك دخل بامك على الاقل. لا لا، طب لو اختك هاي ولا اللي غلطت تنهرهما ولا تقل لهما وكررت أفل. الكلام هذا، شو راح تعمل؟ شو هو؟ اختك اللي ضربتها قبل شويه عشان الحجاب وكررت هذا الكلام، طب شو الحل عندك أنت؟ شو مثلا إذا لقيتها كررت هذا الشيء وما انا لك كرجل تقبل؟ مسلم اشوف اقول هذا حياتها، هي حره تلبس حجاب وما تلبس، ما لي دخل بيها. لا لا، أختك. هاي أختك أنت، أنا أختي فين؟ انا شوف اقول لك، انا كرجل مسلم، عرفت كيف، دارس شريعة إسلامية، أقول هذا عادي عندي، ما عنديش مشكلة مع هذا. ما لا لا راح أضربها ولا راح أسبها ولا راح أنظر عليها، أقول هذه حياتها، أنا إيش دخل لي؟ يعني شنو شعرة هذا تطلع أنت، على أنا غير، راسي؟ هذه مشكلتها مش مشكلتي. أنا غير، أنا رجل عربي غيور على أهلي وعلى أهل بيتي. كل أي المسلمين نعم، بيغاروا كذا مثلك ولا في بعض إيه وبعض لا؟ كل إنسان وطبعه، كل إنسان وعاداته وتقاليده. أي نعم، نعم فاهم عليك. طيب هل عندك يعني لو لا قدر الله مثلا، لو لا قدر الله، يعني مثلا لو شفت أخوك راح نام مع أيوة. وحدة، شو راح يكون موقفك؟ أخوي راح نام مع واحد، بدون زواج. حسب بما أمرني في ديني أولا. شو راح يقول لك دينك؟ شو أمرني الدين؟ ما ادري أعطيني أنت، بما إنك أنت قارئ الدين، شو أمرني والله، انا الدين؟ بقول ما اعطاك اي شيء صراحه، شو ما أعطاك؟ ما يوجد عليه اي دليل. طب
شو الآية اللي تأمر عقاب الزاني؟ أنا ماني حافظ قرآن، بس جاي أسألك إنه بعرف إنه هذا الشيء موجود. الآية التي تأمر بجلد الزاني، إيه خلاص بجلده. أنت راح تجلده؟ تطبق لا عليه شيء نفسك؟ لا، مش أنا اللي بجلده، كيف؟ الشرع والدين والمسؤولين عن هذا الشيء يجلدونه. بما أمرني ممكن فيه تروح ديني. تسلم أخوك له يجلده؟ ممكن تسلم أخوك له يجلده؟ اليوم كأنت مجتمع إسلامي في قوانين إسلامية تمشي عليها كل المجتمع. لا، ما أسلمه طبعا، أأمره بالنهي عن هذا الشيء، إنه منكر وإنه شيء حرام. هو راح ما نام مع وحده هذا ذنبه هو، أنا عادي، ماني مسؤول إني أروح مثلا. يجلد أنا عشان هو حب وحده ونام معاها. ذنبه هو يتحمل، بما إني أنا نصحته ونبهته، فبالأخير هو ذنبه. وين عايش يا محمد؟ أنا عايش في روسيا. في روسيا. أي نعم بتطبق الشريعة في روسيا؟ طبعا، شيء أكيد. إذا أخوك زنى هناك راح تجلده كمان ولا شو راح تعمل؟ نفس ما المفروض أعمله أعمل أنا، أني اللي مفروض علي أني أنصحه وأني أنبهه بهذا الشيء، هل إنه تدين هذا الشيء الطاعة غلط ولي وحرام. الأمر يعني الإمام فلاديمير بوتين؟ شبه؟ أقول هل تدين بالطاعة لولي الأمر فلاديمير بوتين؟ لا لا، أنا أدين الطاعة لله وحده ولا شريك له. لا، كولي الأمر. ما في عندي، أنا ولي أمري أبوت. يا شو أنت قاصر؟ لا لا، أنا ولي أمري أبوت. لا، أبوك ما يعتبر ولي أمرك. إذا الولي الأمر هو الإمام الحاكم. أيوه، كم عمرك أنت يا محمد؟ بس بالله عليك. أنا عمري 22 سنة. أوكي. من وين يا محمد؟ أنا من سوريا، من وين؟ من سوريا. من دير الزور. صار لك زمان طالع لروسيا؟ صار لي 2 أو 3 سنوات. مع العيلة ولا لحالك؟ لحالي، أنا طالب جامعة. اوكي. فاهم عليك، فاهم عليك. تقرأ قرآن يا محمد؟ بقرأ قرآن بتحب القرآن؟ طبعا، شيء أكيد. تؤمن بأن هذا القرآن هو كتاب من عند الله؟ شيء أكيد بأمن بأنه القرآن قول الله تعالى. إيش اللي خلاك تؤمن بهذا الشيء؟ على أسس أنه في رسول نزل عليه هذا القرآن، وهناك معجزات وإثباتات أن هذا القرآن صحيح. ممكن تحكي لي شوية معجزات وإثباتات من هذه الأمور؟ شو بدك؟ أي إثبات؟ مثل شو مثلا أي بدك؟ حاجة أنت يجي على بالك مثلا. معجزة انشقاق القمر هل أنت مثلا. تؤمن بانشقاق القمر؟ نعم. بس تعرف أنه هذه كذبة صح؟ لا لا، ما أعرف أنه هذه كذبة. لأنه هذا القمر لو انشق الكرة الأرضية كلها راح تتدمر. انشق بإذن الله. أنت مو طالب بالجامعة؟ طبعا. أنا أريدك، ما أدري إذا بكرة عندكم عطلة، ولكن المرة الجاية أنت ما أدري هل أنت يعني درست شو كانوا بيسموا هذه العلوم، العلوم أو الأحياء أو شو كانوا بيسموه في أحياء المدرسة، أحياء الأحياء العلوم اللي والكيمياء. كان فيها أخبار النجوم والقمر والجاذبية وهذه الأمور. فلك الفلك. لا، ما 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 درست ما الفلك. درست هذا الشيء في المدرسة؟ لا لا، ما درست، بس مش تعمقت فيه. يعني ما بتعرف انه القمر هو متسبب بالجاذبية في الارض، اذا القمر طبعا صار طبعا عليه أعرف، اي اختلال راح هذا الارض كلها راح يختل النظام فيه. طبعا بعرف هذا الشيء. طب اذا بتعرف كيف تؤمن والقمر مسؤول عن المد بالقمر؟ والجزر في البحر. كيف اذا تؤمن بانشقاق القمر؟ ربك أقوى مني ومنك، هذا شيء ما في 2 تجادلون عليه. بس والله في ناس تجادل في هذا الموضوع. بيجادل. لا، حسب كل إنسان ومعتقده ودينه. ما أتدخل بأي حد. أنت جاي تسألني في ديني، أنا ما أتدخل انا بمعتقدات غيري. بشوف انه يعني القرآن بيقول شغلات كثير غلط، مثل شو؟ مثل انشقاق القمر غلط ما حصل، غيرها.
مثلا يعتقد انه هو خلق الارض وبعدين راح للسماء، سوى السماء. غلط هذا. أعطيني الآية. مثلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. هو الذي خلقها إذا؟ لا أنت هو كنت كلام موجود لما غلط، خلق الأرض يعني انت وبعدين ما ممكن السماوات، تخلق الارض وبعدين تنكر تخلق هذا الشيء؟ السماء. أنت تنكر هذا الشيء؟ ايه طبعا انا بقول هذا كلام هبل. أعطيني الصح معناها. الصح هو انك تعتقد ان ما يوجد حاجه اسمها السماء، وان يوجد هناك حاجه اسمها فضاء، وان الارض هو لما تكون يعني عمره تقريبا يعني 3 4 مليارات سنه، وانه يعني والفضاء هذا كان موجود قبل الارض بمليارات السنين. أعطيني أصل الأرض إذا تعرف، بما أنك تعرف أنه عمره 4 ملايين، شو ماذا أصل قصد الأرض وشو الارض؟ وين ولكن كانت؟ الفكره انه ما يوجد حاجه اسمها السماء عشان انت تطلع فوق. يعني إذا ما عندك دليل، لا عندي دليل. شو هو انت الان دليلك؟ يعني شوف مثلا، انت الان ما يوجد حاجه اسمها السقف، السماء السقف، السماء مش شغله موجوده، ما يوجد السماء. فكون أنت طلعت خارج الأرض ما هو كل وحتى الناس تخبرني شايفه هذا هذا الشيء. الكلام، تعرف هذا احنا الكلام. كل هذه الاشياء نعرفها نحن من القران، كلام ما الله، القرآن الله مش الذي كلام خلقها كله، نعرف كلام هذا غلط، الشيء، كله غير غلط هيك ما نعرف. غلط، القرآن كله كلام غلط. طب اثبت لي انه غلط. وأنا ثبت لك الآن، شو هو؟ وقلت لك إنه ما يمكن تعمل الأرض وبعدين تروح تعمل الفضاء هذا، لأن الأرض وقتها وين راح يكون؟ الفضاء هو الموجود وبعدين ممكن تعمل الأرض. كلام غلط هذا. ما أعطيتني إثبات أنا غلط. لا لا لحد مثلا الآن ما أعطيتني مثلا إثبات أنا اعطيك غلط. مثال ثاني، مثلا القرآن او الحديث يقول لك ان الشمس راحت تسجد. هذا كلام اهبل، كيف الشمس تسجد؟ حياتي ما شفنا الشمس تسجد. ما شفنا. لا طبعا شيء أكيد. ها وين الشمس تسجد؟ اللي كتب القرآن كان يعتقد ان الشمس تجري لمستقر لها، انها بتروح لعند عرش الرحمن تسجد وبعدين ترجع. واحنا شايفين الشمس من ملايين السنين بحياة مار ناس سجدت ولا عملت اي شيء. بعطيني تفسير انه شو التفسير مثل تفسير ما في الآية. حديث ابي ذر في صحيح البخاري، انه قال يا ماذا تدري ما اين تذهب الشمس؟ قال تذهب عند الرحمن وتسجد وتستأذن للرجوع. يعني عرفت كيف؟ طب اعطيني العكس النفي لها. انت جاي تنفي احنا تقول لي ان هذا كلنا الغلط، بنشوف اعطيني الشمس. الصح لها. الشمس معروف ومرئي على مدار 24 ساعة على كل الكرة الأرضية. بحياته ما سجدت، بحياته ما حدا شاف إنها تسجد. الله أعلم. شو الله أعلم. الله أعلم. أوكي. طيب عن ماذا، ما أدري شو أقول لك يا محمد. قلت لي شو بتدرس يا في الجامعة يا محمد؟ أنا بدرس طب بشري. طب. طب نعم. تدرس الطب انت؟ إيه. يعني راح تصير طبيب بعدين؟ بإذن الله. في اي سنة انت يا محمد؟ سنة ثانية. كيف ماشي الدراسة معك؟ الحمد لله ماشية. هاي بلشت السنة الثانية، بتحسها بداية صعبة ولا السنة سهلة ولا شو؟ متوسطة. بتحس انه العلوم اللي بتدرسها هناك يخالف الدين؟ لا ما شفت هي خالف الدين. انت اكيد طبعا تدرس هناك انه كيف تتطور الخلايا وكيف تتطور الجراثيم والبكتيريا وكل هذه الامور، صح؟ صح. ما بتشوف انه هذا يخالف الدين؟ لا ما بشوف، مثل ما احنا نتكاثر ونتطور معناها غير المخلوقات هذا الثانية دليل تتكاثر. التطور، هذا الكلام دليل على نظرية التطور. طب الإنسان أول ما يتكون الإنسان نطفة صح؟ علقة بعدين ثم مضغة ثم كسر، الآية بما معناه. فإذا الإنسان يتطور داخل رحم الأم،
انه بدايته هل يكون الانسان، مفروض. هل الانسان اول حاجه بيكون عظم ولا لحم في بطن الام؟ نطفة سائل. لا، وبعدين أولا يكون عظم. أنا إذا جاي حاجة لك من تكون الآية، عظمها، ما بالآية، الآية الكريمة، فكسونا العظام لحم. أنت تدرس طب، أي نعم، كيف تقول إنه يكون عظم؟ أنا قلت لك أول ما يكون الإنسان مضغة أو نطفة، ها؟ نطفة أو مضغة. وبعدين يتحول لعظم، وبعدين أن يصير عليه لحم. طبعا يا نهار اسود. الآية، أنا جاي لك مش لا، أنا مبدأ بكلمك طب، عن العلم، ما بكلمك عن الآية. لا أنا جي فاتك، أنا فتت معك على أساس الدين. بس العلم شو بيقول في هذا الموضوع؟ شو بيقول؟ ما أدري، أنت قل لي، أنت دكتور. أنا لسه ما وصلت مراحل هذه، أنا لساتني أدرس بالعلوم العادية، يا نهار بس اسود. تدخل سنة ثالثة تفوت بالأشياء هذه اللي أنا ما أجي وأفتي من عندي بكلام ما أعرفه، أنا بجي لك بالأشياء اللي بعرفها. يا نهار اسود دكتور. طيب والله شكرا كثير يا محمد، شكرا كثير لصبرك، أهلا وسهلا، شكرا، شكرا لمشاركتك حبيبي. أهلا وسهلا، اهلا وسهلا حبيبي، اهلا وسهلا. أهلا. يا نهار اسود. يا نهار اسود. أصلاً المناحي صعبة والله العظيم. مخيف هذه المواضيع والله العظيم، مخيف جدا جدا. بعد هذا راح نروح نتعالج عند أخونا. يا نهار اسود، نروح نتعالج عند يا نهار اسود على الأيام السوداء اللي بانتظارنا. السلام عليكم أستاذ محمد.